مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل اهلا وسهلا بكم. انطلاقاتي اشواط هذا اليوم الصباحيه كانت كالتالي: شوطنا الاول ذهب الى العملاق العناوي هالي العين ب 12 دقيقه 52 ثانيه جزئين من الثانيه وسلام الاول الرئيس، بينما الشوط الثاني ذهب ايضا لهالي العين وهالي منازف ب 12 دقيقه 53 ثانيه وجزئين من الثانيه، حيث كانت الشايبه على موعد مع ناموس علي بن صالح الحميري تهانينا على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الثالث يأتينا فيه صاحب الإنجازات لينتزع المركز الأول بدون أي توامر، تهانينا الناموس لمارك علي بن صالح الحميري ب 13 دقيقة 15 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما مشاهدينا الكرام يأتي مروح لمالك عبد الله بن عبيد بن يميع لينتزع المركز الأول ب 13 دقيقة 17 ثانية وبالوفاء والتمام والكمال، سلام وتحية لهالي النجمة سلام. بينما مشاهدينا الكرام شوطنا الخامس يأتي هنا من جديد بشعار العملاق العناوي ويأتي مع زعفرانه، حيث قدمت عرض ممتاز 12 دقيقة 56 ثانية 9 أجزاء من ثانية وتوقيت زمني، تهانينا والناموس للعملاق العناوي للمرة الثانية في هذا الصباح. شوطنا السادس ذهب إلى المهندس حمد بن بطي الغفلي، حيث كانت طليعة في طليعة هذا الشوط ب 13 دقيقة 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية لتفوز بهذا الناموس والتحدي. بينما مشاهدينا الكرام شوطنا السابع ذهب إلى متوكل في اللحظات الأخيرة، حيث كان أقوى المرشحين تهانينا والناموس لمالك متوكل خلفان بن علي بن خلفان أو خلفان بن علي بن خلفان الرفيسة 13 دقيقة 40 ثانية بالوفاء والتمام وسلام لهالي الذيد سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما مشاهدينا الكرام كان قماري سيد الموقف في الشوط الثامن ب 13 دقيقة 17 ثانية الجزء الوحيد من الثانية وسلام راشد بن سعيد بالغافرية وسلام لهالي العوير سلام. بينما مشاهدينا الكرام اليمامة حي اللت في المركز الأول لمالك سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري، قطعت المسافة 12 دقيقة 54 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا العاشر كانت غالية لمالك حمدان بن سلطان بن علي السبوسي، انتزعت المركز الأول ب 12 دقيقة 59 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار سلام زعبير سلام. الشوط الحادي عشر يأتي الحذر لمالك علي بن محمد بن حلوة الكتبي، قطع المسافة 13 دقيقة ثانية واحدة وسبعة أجزاء من الثواني ليهديها للخوانيج هذا الفوز والانتصار. بينما مشاهدين الكرام كان الحذر الآخر يأتي مسجلا فوزا وناموسا مستحقا ب 13 دقيقة 16 ثانية 8 أجزاء من الثانية لعبيد بن حامد الطنيجي وسلام لهالي ذيد سلام. بينما النشلة هي من حققت التوقيت الأفضل في انطلاقات سباق صباح هذا اليوم، ها هي النشلة أمامكم مشاهدين الأعزاء، قطعت المسافة 12 دقيقة 49 ثانية وتسعة أجزاء من الثانية، والتهني للعملاق العناوي للمرة الثالثة على انطلاقات النشلة في هذا الصباح. بينما الشوط الرابع عشر أيضا كذلك أشواط الإنتاج، نبدأ مع الشاهينية عبد الواحد بالخزاع العامري 13 دقيقة 6 ثواني 7 أجزاء من الثانية تفوز بشوطنا الرابع عشر. أما الشوط الخامس عشر يأتي ظبيان لمالك عبد الله بن راشد بن سرود المنصوري لينتزع المركز الأول وسلام لهالي الرفيعة سلام 13 دقيقة 3 ثواني 33 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية. الشوط الختامي ذهب مشاهدينا الكرام مع الشاهين لسيف بن عبد الله بن غرير الكتبي 13 دقيقة 20 ثانية جزئي 6 أجزاء من الثانية وتوقيت زمني في انطلاق ختام انطلاقات سباق هذا الصباح سلام بالغرير سلام على هذا الفوز والانتصار. هذا هكذا مشاهدينا الاعزاء كانت نتيجه هذه الانطلاقات الصباحيه مصحوبه بالتوقيت الزمني والسلامات لمن استحقها في هذا اليوم. هكذا مشاهدينا الاعزاء ناتي للختام، وفي المساء باذن الله تعالى يتجدد اللقاء في الساعه الثانيه من بعد ظهر هذا اليوم. هجن اصحاب السمو الشيوخ لكم على الموعد، الى اللقاء.